أعلن الجيش الروسي يوم الخميس الماضي انسحابه من جزيرة الثعبان الواقعة في البحر الأسود والتي استولت عليها القوات الروسية خلال الأسابيع الأولى من غزو أوكرانيا. وتعتبر جزيرة الثعبان نقطة استراتيجية بالغة الأهمية، فهي تمنع الوصول الجوي والبحري إلى كل الشريط الساحلي الأوكراني وتشكل تهديدا على مصب نهر الدانوب. وتوفر الجزيرة التي تبلغ مساحتها هكتارات قليلة منصة إطلاق خطيرة في كل مكان حولها، وتقع على مسافة نحو 50 كيلومترا من مصب نهر الدانوب، أحد الأنهار الرئيسية في أوروبا والطريق التجاري الهام، وتقع على مسافة حوالي 100 كيلومتر من أوديسا، وتسمح نظريا بضرب كل الساحل الأوكراني. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن الانسحاب من الجزيرة يأتي كبادرة حسن نية، مشيرا إلى أن موسكو أكملت مهامها في الجزيرة وسحبت قواتها. وأضاف أيضا أن هذا الانسحاب جاء لتثبت روسيا للمجتمع الدولي أنها لا تتدخل في جهود الأمم المتحدة لتنظيم ممر إنسانيا لتصدير المنتجات الزراعية من الأراضي الأوكرانية. وعلى خلاف التصريحات الروسية، فقد أكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تصدق الادعاءات الروسية حول الانسحاب من جزيرة الثعبان، مضيفا أن الجيش الأوكراني أجبر الروس على الانسحاب بفعل الضغط المكثف واستخدام أنظمة الدفاع الجوي المتطورة المقدمة لهم. ومن جانبها أكدت أوكرانيا عدم صحة الرواية الروسية حول بادرة حسن نية، مشيرة إلى أنها نجحت في طرد القوات الروسية بعد هجوم كبير استهدف المعدات العسكرية. وتعليقا على الأمر، قالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في تحليل لها أن روسيا تضع رواية للأحداث تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي قدمتها أوكرانيا أو الحكومات الغربية كما جرت العادة. وأضاف التحليل أنه بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لجزيرة الثعبان التي تدور المعارك حولها منذ شهور، وبالنظر أيضا إلى عدم وجود إشارات حسن النية من جانب القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا منذ بداية الغزو، فإن الرواية الروسية غير مقنعة تماما. وأضافت بي بي سي أن هذا ليس مجرد انتصار رمزي لأوكرانيا، بل إنه نجاح استراتيجي. أما بالنسبة لروسيا فإن الخروج من جزيرة الثعبان يعتبر فشلا وهزيمة محرجة.